ممن ليس أبوه عربيا ولا أمه عربية، ليدخل في هذا الدين وليعلم إسلامه لرب العالمين، ليفره من الكفر إلى الإيمان، ليشتري الآخرة بالدنيا وهو في عنفوان شبابه لا تنقصه صحة ولا عافية ولا وسامة، بإمكانه أن ينفق ذلك كله في معاصي وفجور وشهوات. لكن ها هو يقبل عليكم شاب من الغرب من فرنسا في مسجدكم هذا ليعلن هذا الطالب للحارقة أنني أدخل الإسلام، أنتم خرجتم منه وأنا ها أنا أدخلكم. صدق الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. اخرجوا من الإسلام إن شئتم، قل لهم اخرجوا، لكن سيأتي الله بأقوام يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، الآن نتعرف على هذا الشاب ويتلفظ بشهادة التوحيد والإيمان، فليس هو الأول الذي يرزقني الله عز وجل به، فقد كنت في بلاد المهجر وأسلم على يدي العشرات لله الحمد، نسأل الله يجعل ذلك خالصا لوجهه. اسمه أدريان. أخ حمزة من طلاب العلم الذي يجيد فرنسية جيدة. ثم بس سلام.